متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج حكايتي على إذاعة أم راديو. ضيف حلقة اليوم هو صحفي ومعلق صوتي محترف، شغل بالعديد من المنابر الإعلامية وتعرف صوته أكثر من شكله، واجتاز العديد من التجارب اللي غنات مساره المهني. معكم زكريا التفالي. زكريا التفالي من مواليد مدينة الدار البيضاء، كبرت وطلعت في إحدى أحياء مدينة الدار البيضاء. الطفولة ديالي كانت طفولة فيها شوية شقاء، فيها شوية شغب، ولكن كنت ديما كنطبح باش نكون مثلا نقرا مزيان باش واحد الوقت نوصل واحد النيفو في المستوى الدراسي ديالي اللي يأهلني نخدم شي خدمه تكون محترمه. المواد اللي كانت كتعجبني بزاف خصوصا في الابتدائي هي الادب، لذلك انا من بعد حصلت على البكالوريا تخصصت في دارة الادب، ومن بعد مع ساليت البكالوريا توجهت للجامعه ودرست الأدب العربي، ومن بعد درت واحد فترة ديال سنة تقريبا أستاذ اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة. بعد ذلك انتقل للصحافة، درست بها 3 سنين في معهد خاص وشغل صحفي، وتنقلت بين مجموعة من المنابر الإعلامية. المواد اللي كانوا كيعجبوني بزاف في الصحافة نقراها، وخصوصا أنني كنت درت السمع البصري، تخصص السمع البصري، دونك فانا كيعجبني بزاف الراديو والتلفازه. ومن بعد حتى التدريب ديالي كان في اول مره في الراديو، واحد مده عامين بالاذاعه الجهويه للدار البيضاء. من بعد انتقلت وشغلت في مجموعه من المنابر الاعلاميه، قناه ثانيه وواحد الاذاعه خاصه. تجربتي في الاذاعات كما نقدر نقول لك انني بزاف كنعشق الصوت منذ الصغر ديالي، عز عليا شي حاجه ديال الصوت. لذلك في واحد المرحله من مراحل الحياه ديالي كنت درست الموسيقى وكنت كنغني موشحات والغناء الفردي، ولكن لما انتقل في التدريب في الاذاعه كتقرا روبورتاج كتحرر روبورتاج كتقرا بصوتك، مع كتسمعو كتحس واحد الاحساس زوين، كتقول قريت باش مثلا ندير الراديو، قريت باش ندير مثلا تلفازه. ولكن كان يعني ديما ميل للراديو، واخا التلفازه واحد الوقت خدمت فيها، ولكن كان ديما عندي واحد الهاجس، عندي واحد كيما نقول واحد الحاجه داخل ديالي كتقول لي بانك انت التوجه ديالك الراديو ماشي شي حاجه اخرى. لذلك من بعد الراديو كنت مشيت راديو اخر خاص، ولكن من بعد انتقلت التلفازه. وخا انتقلت التلفازه واشتغلت فيها واحد مده 4 سنين، كنت ديما الراديو في البال ديالي. بالنسبه للتعليق الصوتي اللي هي المهنه ديالي الحاليه، اضافه الى كوني انني صحفي، التعليق الصوتي هي واحد المهنه كتبقى شويه كتطلب شويه الصبر، وخصك تكون موهوب. مع كنقولوا موهوب خصك ديجا يكون عندك واحد الصوت، واحد الخامه صوتيه اللي تمكنك باش تقرا اشهار بمخارج حروف صوتيه مزيانه، وكذلك كتطلب من المعلق الصوتي يلعب داك لو سكريبت على حساب طبيعه الاشهار. مثلا الا كان اشهار مثلا ديال حوايج السير فغيقرا بواحد النبره صوت معينه، ولا كان مثلا في الفرح والنشوه راه غيقرا الاشهار وهو فرحان وضاحك. التعليق الصوتي البداية ديالي فيه لما كنت في تدريب في إحدى الإذاعات الوطنية، إذاعة الدار البيضاء الجهوية. كانت المديرة كتقول لي صوتك مميز، أجي علاش ما نخدموش أنسومبل لي جينيريك ولي بوندانونس ديال الإذاعة، خصوصا أنهم كانوا كيتخدموا بواحد الطريقة شوية ما كانش كيعجبها، ما لقاش شي صوت اللي يقدر يخدم دوك لي بوندانونس. دونك وهي ربما هي اللي وجهتني، وبديت كنترين معها بزاف قبل ما نسجلوا، حتى وصلنا واحد سيرتان نيفو. من بعد ما وصلنا سيرتان نيفو قالت لي تبارك الله عليك تقدر تقترح هذا صوتك مثلا على شركات الانتاج او لي زاجون دو كومونيكاسيون، راه كيحتاجوا معلقين صوتيين باش يديروا
تعليق صوتي للإشهارات ديالهم. دونك أنا من بعد هاد التجربة ديال الإذاعة مشيت لتجربة أخرى اللي هي دبلجة الصوت من خلال المسلسلات المدبلجة للدارجة. كانت هذه نقطة تحول بالنسبة لي، وثقت في صوتي وثقت في إمكانات وقدراتي الصوتية بطبيعة الحال، ودرت واحد كاستينغ عند شركة الإنتاج ديال المسلسلات المدبلجة، واقترحوا عليا باش نشتغل معاهم في احدى المسلسلات. دونك كانت هذه فرصه بالنسبه لي وتحدي، وكذلك باش نبين بانني مؤهل باش نقدم ادوار بالصوت ديالي. الحمد لله كانت تجربه مفيده ونجحت فيها، ومن ثم بدا صوتي شويه كيتعرف. من بعد انتقلت للاعلانات في الراديو والتلفازه، وبديت كنراسل لمجموعه من شركات الانتاج ولي زاجونس دو كومونيكاسيون، وبديت كنقول لهم مثلا كنقدم لهم راسي، راه صحفي وفي نفس الوقت معلق صوتي، كنقدم لكم صوتي باش ندير اعلانات به من خلال ندير صوتي للاشهارات ديالكم. طبيعة الحال كاين اللي في الاول كيقول لا، كيرفض، كيقول لك مازال بقى ما عندكش تجربه، كاين اللي كيعطيك فرصه. طبعا كان معاناة كثيرة، خصوصا انه كنت مازال ما معروفش، وكاين في السوق ديجا مجموعة من الاسماء اللي فاردة راسها وعندها تجربة طويلة في هذا الميدان، فكان صعيب 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 بزاف باش غير تقبل من طرف كليان مثلا ديال شي مواد غذائية مبتدئة ما كيعرفك حتى شي واحد، لان شي واحد ما يقدر يعطيك فرصة الا اللي كان عندك واحد ربما واحد تحدي، واحد اصرار، واحد صبر، وانه صوتك، لانه الصوت مثلا لكن نسمع الراديو، الصوت في الراديو مثلا ماشي هو ديال الاشهار، لان صوت راديو واخا يكون صوتك زوين راه كتقرا داك الشيء اللي دير ريبورتاج قراءه عاليه، ولكن كان اشهار ربما كيختلف، كيبغي لو جو، كيبغي كيفاش تلعب داك الاشهار. دونك فكان هادو من بين الاسباب. راسلت مجموعه من الشركات الانتاج، وكاين اللي قبل في الاول نشتغل معاه، والحمد لله من بعد ذاك الوقت تقريبا راه مده دابا 10 سنين وانا في هذا الميدان، شويه بشويه حتى الاسم ديالي ولا شويه معروف في السوق ديال التعليق الصوتي. التعليق الصوتي في المغرب للاسف الشديد، رغم انه كيعرف واحد التطور كبير، غير انه كيعاني مجموعه من المشاكل، من بينها انه التعليق الصوتي كمهنه غير مقننه. كذلك كاين مشكل مثلا لما كتشتغل مع شي شركه الانتاج، فهم ربما كيعطلوا عليك ديك الخلصه ديال داك الاشهار اللي خدمتي معاهم فيه. فبعض المرات كاين بعض الشركات الانتاج كيتماطلوا، ولكن الحمد لله كاين بعض الشركات اللي ربما كيوفيو، كاين بعض الشركات اللي كيوفيو بداك الوقت المحدد، وحتى الوقت المحدد ما كيكونش كل واحد كيقول لك 45 يوم، واحد يقول لك شهرين، واحد كل واحد كيقول. لهذا فكنتمناو زعما انه هذا الميدان، خصوصا انه ميدان خصب، وتبارك الله كاين مجموعه من المعلقين الصوتيين الرائعين في المغرب، خصو يتقنن، لانه دومين كيتطور مع الوقت، وشركات الانتاج بحاجه الاصوات وفي حاجه كذلك لهذه المواهب باش تسوق اشهارات ديال مجموعه من الشركات والماركات العالميه والمحليه. الطموحات ديالي هو انني نتعرف وننتشر اكثر كصوت اعلاني، وكذلك نحاول نساعد هاد الناس المعلقين المبتدئين، نمد لهم يد المساعده باش ما يطيحوش نفس الاخطاء ربما كان طحت فيها في واحد الوقت. وعلاش لا، ربما تكون شي مدرسه خاصه ديال التعليق الصوتي تكون معلقين صوتي، لان المغرب تبارك الله في حاجه ماسه الى مجموعه من المعلقين الصوتيين، كاين هناك خصص كبير صراحه. كاين مجموعة من الأشياء اللي ربما تقدر تحافظ بها على صوتك، بحال المغني، بحال المعلق الصوتي. المغني كي كل نهار مثلا كتلقى كيبدا يغني على أساس بأنه ما يتعبش صوته، صوتو يبقى ديما في واحد الريتم. المعلق الصوتي حتى هو خص تقريبا يبقى يدير تمارين في الدار ديال الصوت، مثلا كاين واحد التمرين اللي هو مهم، كندير واحد القلم هنا وكنبداو نقراو. علاش؟
كنديروا قلم كنا نقراو باش حتى كل المخارج الصوتيه ديالنا تحسن. مثلا كان عندنا مشكل ديال الشا او التا ما يبقاش من هنا قدام، لان الراديو ديز هذا الشيء، ولكن بالنسبه للاشهار في الراديو او اشهار في التلفازه غير مقبول. فهمتي؟ خص مخارج الحروف تكون سليمه بواحد نسبه نقدر نقولوا 100%. الرياضه هي مهمه بالنسبه للمعلق الصوتي. المعلق الصوتي ما خصوش يكون كيكمي، ما خصوش يكون كيشرب اي حاجه تضر ليه صوته، ما خصوش يتفاداها، وينعس بكري وفيق بكري. طبعا الحال لان حتى الصهر كيأثر بشكل سلبي على المعلق الصوتي وكذلك على الصوت وعلى الخامه الصوتيه ديالو. شخصيه المعلق الصوتي خص تكون واحد الشخصيه صبوره بزاف. علاش صبوره بزاف؟ ما كنكونوا مثلا كنصوروا كنسجلوا شي اشهار، الكليان كيطلب منك لي موديف تعاود، ربما نقدر نعاودو حتى 6 5 مرات حتى لو كليون يقول صافي راه هاد الصيغه النهائيه هي اللي بغيت. فدونك كيبغي الصبر، كيبغي يكون متجدد. المعلق الصوتي خصو يكون متجدد، ربما يقدر بان شي خطا في السكريبت يقول مثلا لا من الاحسن نبدلو بهذه نبدلو ذاك، يكون كيقترح. واخا تقدر تكون مثلا الصيغه النهائيه ديال ذاك السكريبت ديال الاشهار، وكيقدر المعلق الصوتي يدخل ويعدل شويه، وهذا الشيء كيكون صالح المعلق الصوتي اكثر من كيكون صالح مثلا ديال ذاك لو كليون ولا ذاك السيد مثلا اللي كتب لو سكريبت. المعلق الصوتي خصو يكون عنده روح المرح، خصو يكون كول، فهمتي، يتقبل جميع الانتقادات ديال الكليان، لانه بعض المرات الكليان كيقول لك مثلا شي ملاحظه واخا انت كتبان لك تماشي في غير محل ديالها، اوتوماتيكمون خصك تقبلها لانه هو بغى الاشهار بحال هكاك، ما عندك ما دير ليه. نهضروا على واحد النقطه اخرى بالنسبه للمعلق الصوتي. من خلال دابا كنعرفوا انا في المغرب كاين مجموعه ديال المعلقين الصوتيين عندهم استوديو خاص بهم كيسجلوا بهم مثلا على مسافات متباعده. مثلا كاين مثلا واحد شركه الانتاج، كاين واحد الشركه ماشي نقول كاع شركه الانتاج، كاين واحد الشركه مثلا ديال المواد الغذائيه مثلا في طنجه، كتبحث على شي واحد مثلا يدير ليها الاشهار لهذا الماده الغذائيه ديالهم، فهي اوتوماتيكمون مثلا كيراسلوا مجموعه مثلا للمعلقين الصوتيين وكتختار واحد مثلا اللي كيكون الاجماع عليه من طرف الناس اللي خدامين في ديك الشركه مثلا، وكيتصلوا به كيقولوا واش عندك فين تسجل. هنا ربما المعلق الصوتي اوتوماتيكمون كان بروفيسيونيل راه غيكون عنده واحد استوديو خاص به. استوديو خاص به راه ما كيطلبش شي حاجه بزاف، فهمتي، بي سي لوجيسيال كارت سون ميكرو دو مونيتور بيفان صافي، ولوجيسيال ديال المونتاج كتسجل وكتصيفط ليه، هو كيقول لك الموديفيكاسيون، يقول لك لا بدل لي هذه ولا دير لي هذه لا مزيان بحال هكاك، وربما هذا الشيء هو كيسهل على العمل ديال المعلق الصوتي. وكاين شركه الانتاج بطبيعه الحال اللي خصو يمشي حتى لشركه الانتاج ويسجل. فدونك هادو هما جوج طرق المعلق الصوتي اللي كيخدم فيهم. الحمد لله ما كناش منافسه بين المعلقين الصوتيين في المغرب، لانه في نهايه المطاف لو كليون هو اللي كيختار واحد صوت معين او صوت اللي كيشوف فيه بانه مؤهل باش يدير ليه اشهار المنتوج ديالو. دونك فانا كنقول جميع المعلقين الصوتيين في المغرب تبارك الله عليكم على صبركم وعلى انكم كتعطيونا كتعطيونا مجموعه من الاشهارات بهذه الاصوات الرائعه ديالكم. وكنتمنى بطبيعه الحال لهذا الميدان تطور والصبر كذلك من طرف المعلقين الصوتيين، لانه مجال كيديفلوبا مع الوقت. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، نضرب لكم موعد الأسبوع المقبل مع حكاية جديدة وضيف جديد. إلى اللقاء.